بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والإجلال، المتفضل بالعطاء والإفضال، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. له الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، بارئاً إليه من كل حول وقوة، شاكراً له سبحانه شكر مقصر لا يفي شكره بأنعمه. والصلاة والسلام على إمام المحققين وسيد المدققين وقدوة المسلمين، أفضل الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله الهادي المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، الداعي إلى الحق المبين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وصحابته المنتجبين، والسلام على أساتذة الكرام الدكاترة العلماء العاملين، أعضاء اللجنة العلمية الموقرة، والسلام على المحترمين ووالدتي وعرسي وأبنائي وأخواتي وعائلتي وأصهاري وزملائي وإخواني من الأساتذة والطلبة الحاضرين. فالسلام علينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين، ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، أساتذة الكرام، الحضور الكريم، دعوني أفصح لكم عما يخالجني من فرحة غامرة وسعادة عارمة وأنا أجالس هذه المقامات العلمية العاملة المباركة في هذا اليوم الأغر من أشهر الحج، متتلمذاً متعلماً، لأقدم بين يديها تقريراً مركزاً عن الأطروحة التي أعددتها لي لشهادة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية. لكن قبل البدء، اسمحوا لي أن أشرككم في شهادتين تطوقان عنقي. أما الأولى فهي شهادة في حق والدتي حاجة يمنى، التي بلبانها ارتويت، ومن فيض نبعها استقيت، وبجهادها وتضحياتها للجسام استويت حتى صرت رجلا، ومهما قلت واشتررت فلن أفيها حقها. فالله أسأل أن يطيل عمرها ويشفيها ويمدها بالقوة ويمتعها بلباس الصحة والعافية ويجزيها عني خير الجزاء. وأنتهز هذه الفرصة الطيبة المباركة لأترحم على روح والدي، أسكنه الله الجنات وسقى قبره بوابل الرحمات الباسقات الواسعات. أما الشهادة الثانية فهي شهادة في حق المشرف على هذه الرسالة، فضيلة الدكتور المفضال السيد عبد الحميد أسقال، الذي أتقدم إليه بجزيل الشكر وجميل العرفان وحسن الثناء، والذي أجدني عاجزاً عن تقديم حق الشكر المستحق له. كيف لا، وهو الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل حينما طلب منه ذلك دون تردد أو تلكؤ بعد إحالة الدكتور محمد الراوي المشرف السابق على التقاعد، على الرغم من التزاماته وارتباطاته الكثيرة. فالرجل له علي أياد بيضاء سابغات أعد منها ولا أعددها، فجزاه الله عني خيرا على ما أحاطني به من عناية، وما غمرني به من عطف وحب، وما خصني به من معلومات وتوجيهات وملاحظات وتصحيحات وتسديدات. فالرجل لم يألو جهداً ولم يدخر وسعاً في المواكبة والتأطير، وإليه يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إخراج هذا العمل وانتشاله من وهدة الضياع حتى نضج واستوى على سوقه، فصار بحمد الله رطباً جنياً ندياً طازجاً شهياً. ولا ولن أنسى إلحاحه الكبير وحرصه الشديد على مصاحبتي عند إيداع نسخ الأطروحة لدى الإدارة، على الرغم من شغالاته الكثيرة وارتباطاته العلمية والتزاماته الأسرية. وللتذكير، فقد تزامن ذلك مع تاريخ إجراء الامتحانات بالكلية، وهذا لعمري ديدنه مع جميع طلبته. أقول ذلك إحقاقاً للحق مبتغياً وجه الله تعالى، ولا نزكي على الله أحداً. يقول الحق تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. فالله أرجو مبتهلاً إليه بالدعاء ابتهال الخاضع الذليل أن يرفع قدره ويعلي شأنه في الدارين، ويعينه ويسدد على دروب الهدى والصواب خطاه، وأن يجزيه عني وعن طلبته خيراً، وأن يبارك في عمره وينفعنا ببركته وعلمه، ويجري الخير على يديه حتى يصير للرحمن ولياً راضياً مرضياً، ويشمله أبناءه برعايته وكنفه التي خص بها أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، ويبوئه من الجنة مكاناً علياً مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً. اللهم آمين آمين آمين.
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لعميد الأساتذة والمحققين فضيلة الدكتور الحاج محمد وراوي المشرف السابق الذي شرفني باحتضان هذا المولود، كيف لا وهو الذي قام بتحنيكه ووضع بصماته لمساته وبصماته المباركة الحانية عليه مذ كان في المهد صبيا. فلا نملك إلا التضرع إلى الله بالدعاء له بموفور الصحة والعافية، وأن يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة بألطافه الخفية على ما أسدى من نصح وتوجيه ودعم وتحفيز، فجزاه الله عني خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. كما أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة الذين تفضلوا مشكورين مأجورين بقبول فحص هذه الرسالة ومناقشتها على الرغم من التزاماتهم الكثيرة وانشغالاتهم وارتباطاتهم العلمية. ويتعلق الأمر بالسادة عميد الدكاترة فضيلة الأستاذ الدكتور بن يونس بن قدور رئيس شعبة اللغة العربية ومدير مختبر التراث الثقافي والتنمية بكليتنا العامرة، فضيلة الدكتور الأستاذ خالد حسني مدير مختبر الأدب والبناء الحضاري، فضيلة الدكتور الأستاذ محمد عبدلاوي أستاذ التعليم العالي بهذه الكلية العتيدة، فضيلة الدكتورة الأستاذة زاهية أفلاي أستاذة مؤهلة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين عضو المجلس العلمي المحلي بوجدة أنقاد، فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الرحيم بودلال أستاذ التعليم العالي منسق مصر الدراسات اللغوية قضايا ومناهج بالكلية مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. هذا وإني لمتشوف لما سيسدونه إلي من نقدهم البناء توجيهاتهم وإرشاداتهم إلى مواطن الخلل والزلل لأتمكن إن شاء الله تعالى من استدراك ما حصل في هذا العمل من هنات وهفوات. ولا أدع الفرصة تفوتني دون أن أترحم على روح أستاذنا الدكتور المرحوم إسماعيل علوي إسماعيلي مدير مختبر الأدب والبناء الحضاري السابق رحمه الله تعالى رحمة واسعة أسكنه فسيح جناته، وعلى أرواح علمائنا وشهداء أمتنا خلد الله في صالحات أعمالهم وأورثهم الجنة عرفها لهم وقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كما أتقدم بالشكر الجزيل لشيوخ الذين أفدت منهم الكثير وامتحت من علومهم الشيء الكثير، فلهم علي بعد الله فضل، وأخص بالذكر السادة العلماء الأجلاء الشيخ عبد الحكيم الأنيسة عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في بدبي، والشيخ يحيى الغوثانية الأستاذ الجامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، والشيخ صالح الأزهري خبير المخطوطات بدار الكتب المصرية، والشيخ عبد الرزاق الغوثانية الأستاذ بكلية الإلهيات جامعة موش بتركيا. كما أشكر كل من شجعني أو ساعدني بفكرة أو معلومة، وأخص بالذكر السادة الفضلاء الفاضل الدكتور مشير المصري المفهرس بمكتبة المخطوطات بالإسكندرية، والأخت الفاضلة الأستاذة بسمة الهلالي المفهرسة بدار الكتب التونسية، والعارضة التونسية بن زويتن، والمحقق الكبير الدكتور أحمد عبد الباسط، والفاضلة الأستاذة طارق الحمودية تلميذ الشيخ محمد الأمين بخبزة شيخ تطوان ومحدثها، والأستاذ عبد المجيد حميش الذي كفاني لأواء التنقل إلى ترودانت للحصول على نسخة مكتبة الإمام علي التي تحتفظ بها المكتبة المذكورة، والمرحومة محمد بن محمد بني محمد الحجوجية حفيد سيدي محمد الحجوجية رحمه الله رحمة واسعة، والأخت الفاضلة الأستاذ نبيها حفيدة السيدي محمد الحجوجي، والفاضلة وديع زرهون مدير مركز الأبحاث الأدبية المغربية بمراكش الذي كان له الفضل في موافاتي بمجموعة من إجازات الشارح، والفاضلة الدكتور عبد الحفيظ دومر والخطاطة المغربية محمد قرماد علاوة على الشاعرين المصريين الكبيرين الأستاذين محمد المعصراني وأيمن لاشين. وإن أنسى لا أنسى أن أشكر الأستاذ الدكتور الفهامة الدراكة محمداً الصبانية على نصائحه النيرة وتوجيهاته السديدة الثاقبة وتحفيزاته وتشجيعاته ومساعدته، فجزاه الله خيراً ونفعنا به وبعلمه. والشكر موصول أيضاً للدكتور حسين عبد الصمد الذي كان له الفضل في دفع الباحث إلى التسجيل في المختبر، وأقول له بارك الله فيكم وأحسن إليكم على ما قدمتم وأسديتم. والشكر موصول لحضور الكريم على تلبية الدعوة، وددت لو قمت من مقامي هذا وقبلت جبين كل واحد منكم لكن المقام لا يسمح بذلك، فلا أملك إلا الدعاء لكم فجزاكم الله خيرا. وبعد، فلا شك أن الأمم تعرف بماضيها قبل أن تكون بحاضرها، وفرق بين أمة لها موروث وأمة لا موروث لها، وما حرص الأمة العربية على تراثها إلا لكي تعيش حاضرها ولكي تؤسس وتشيد على هذا الماضي التليد الحاضر المجيد. ولكي يتحقق ذلك لا بد لنا من النظر بعين الاعتبار إلى تراثنا الزاخر
فهو الرصيد الباقي والذخيرة الثابتة والمدخر المعبر عما كانت عليه من تقدم وازدهار ورقي. وهذا ما أشار إليه الدكتور شاهد بوشيخي الشاهد البوشيخي الذي أكد في مناسبات عديدة على ضرورة صرف الجهد في مجال تحقيق النصوص التراثية لأنها مجلى الذات وخزان الممتلكات، تتعلق ماضياً بفهم الذات وحاضراً بخطاب الذات ومستقبلاً ببناء الذات. وقد حفظ هذا التراث في أوعية وحوامل شتى ويأتي على رأسها الكتاب المخطوط. لقد كنا وسدنا الأرض مشرق ومغربا فاستقاد لنا أهل الصليب ومن كانت له البياع عندما لهجت ألسنتنا وتكلمت علومنا العربية، لكن مع الأسف الشديد هنا عندما فرطنا في ذلكم الإرث الذي تركه أجدادنا، فهل يا ترى أنعيد مجدنا الغابر ونتمكن من صون عرضنا وحفظ شرفنا، أم نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة؟ ودعوني سادتي هنا أقتطع جزءا من كلمات شائقات رائقات ماتعات تكتب بماء الذهب أتحفنا بها المرحوم محمود طناحي، والتي يعبر فيها عن إحساسي العميق بالمتعة الفريدة التي يجدها المشتغل بالمخطوطات. أوردها الدكتور قاسم السمرائي في كتابه الماتع علم الاكتناه العربي الإسلامي، وفي ذلك يقول، والكلام لمحمد طناحي: وهي متعة لا يعرفها إلا عاشق المخطوطات المدله بحبها، فأي سن يلمع في عينيك وأنت ترى توقيع ابن الجوزي بخطه بصحة سماع عليه، أو خط ابن خليكان بتملك، بل أي نور يغشاك وأنت تقرأ لتلميذ وهو يقول إنه قرأ هذه النسخة على مؤلفها بالبيت الحرام تجاه الكعبة المعظمة، ثم يؤرخ لذلك بسنة 39 و600، فتكاد تكتحل بذلك التراب الذي ينبعث من تلك الأوراق، لأنه تراب 74 سنة و700 سنة. وأي شذا يسري في أوصالك حين تقلب أوراقا كتب ابن حجر العسقلاني فتلامس أنفاسك أنفاسه؟ انتهى كلامه. ويعلق قاسم السمرائي على هذا الكلام بقوله، بكلام لا يقل نفاسة وأهمية عن كلام الطناح، بقوله: اللهم لقد صدق، ولو أنهم علموا ما نحس فيه من متعة ماتعة في العمل فيها، وما يتملكنا من مسرة غامرة في فهرستها، ومن حبور دافق في فك معمياتها، ومن شغف عامر بها يغمر جوارحنا، لقارعونا عليها بالحراب. وحسبنا وفاء لتراثنا بل ولأمتنا أننا نحب ملء جوارحنا ما يمقتون، ونكبر ما يزدرون، فإنه من جهل شيئا عاداه، والإنسان بطبيعته الإنسانية عدو لما يجهل، فلا حاضر لمن لا ماضي له، ولا خلق لمن لا وفاء له. انتهى كلامه، والكلام لقاسم السمرائي. وانطلاقا من إيماننا الراسخ وعينا بأهمية البحث في التراث وتحقيقه باعتباره الجسر الذي يربط ماضي الأمة بحاضرها وحاضرها بمستقبلها الذي يحافظ على هويتها من الانسلاخ والانصهار في ثقافة الآخر، انتشقنا قلمنا باحثين عن خباياه محاولين صبر أغواره من خلال التنقيب في غياهبه والنبش في حفرياته ونحن على ما عليه من قصر الباع وضعف الاطلاع على قضايا التحقيق. ومناهج النساخ في ضبط ونسخ الكتاب المخطوط تحملنا رياح القدر وتوفيق رب البشر على مضي قدم الاشتغال على تحقيق الكتاب العربي المخطوط. فكان من كريم فضل الله علينا أن وقع اختيارنا على مخطوط منح الأوطار من نفح العطار. للشيخ جماعة الرباط ومحدثها وقاضيها الشيخ محمد المكي البيطاوري الرباط المتوفى سنة 55 و300 ألف، وهو كتاب غميس في بابه، نفيس في فوائده وضرره، جليل في أهدافه ومراميه وغاياته، وهو شرح على المنظومة النحوية الغزلية الرائية التي نظمت على بحر الطويل لشيخ الأزهر حسن بن محمد بن محمود الشهير بالعطار الأزهري المصري مولداً، المغربي محتداً وأرومة، الشافعي مذهباً، المتوفى سنة 50 و200 ألف. ومن ثم بدأنا رحلتنا العلمية الماتعة هذه مستمدين الحول القوة منه جل في علاه، فكان أول عمل قمنا به هو قراءة المخطوط، قراءة استكشاف وتأمل وتدبر، لنشرع في مسلسل شائق رائق فريد من خلال البحث عن النسخ الخطية في كبريات المكتبات الوطنية العامة والخاصة، هذا فضلاً عن اكتفاء أثره وتتبع مسار هجرته في مختلف البلدان التي حط بها الرحال عن طريق البحث في فهرس المكتبات العالمية. وبفضل الله ومنه فقد تجمعت لدينا 12 نسخة اعتمدنا منها 11 نسخة، بينما 12 والتي كانت آخر ما رزقنا به وهي نسخة طارق الحمودي تلميذ شيخ تطوان محدثها سيدي محمد الأمين بوخبزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة،
والتي صورها عن شيخه وقرأ بعض صفحاتها عليه، فقد استأنسنا بها ولم نعتمدها في عملنا. لأنه بعد قراءتها قراءة مخبرية فاحصة تبين أنها نسخة طبق الأصل من نسخة جمع الماجد، وما حتم علينا أمام هذا الكم الهائل من النسخ قراءتها نسخة النسخة استكشافا واستنطاقا وتقييدا، ليقع اختيارنا على نسخة مكتبة خزانة المخطوطات بالمسجد النبوي التي اخترناها أصلا بناء على أسس علمية موضوعية وأخرى ذاتية أشرنا إليها في مظانها، فشرعنا على جناح السرعة في نسخها حسب قواعد الإملاء الحديثة، قد كنا حريصين على ترك الأخطاء اللغوية والإملائية كما وجدناها في المتن لأنها تعبر عن ثقافة المؤلف مع العمل على تصحيحها في الهامش لقدسية النص أولا وللأمانة العلمية التي تقتضي إخراج النص على الوجه الذي أراده مؤلفه لا على الوجه الذي أراده المحقق أو الناسخ. ومن الضوابط والأبجديات التي يجب على المحقق التنبه لها تعرف مناهج النساخ في الضبط، ومن ذلك إغفالهم كتابة الهمزات رسما لا نطقا، ولذلك فقد جاءت نسخ الخطية خلوا منها، وحتى لا نثقل الهوامش فقد حرصنا على إثباتها في المتن من دون التنصيص على ذلك. أما بخصوص تبويب الكتاب وتفقيره، قد كنا حريصين على تتبع ما هي علم المصنف الذي اختاره لترتيب فقرات كتابه وتنسيقها مع تحلية ذلك بوضع علامات الترقيم المناسبة، لننتقل عقب ذلك إلى عملية مقابلة النسخ التي تحصلنا عليها على النسخة الأم والتي تعتبر أهم مراحل التحقيق وأصعبها، والتي أخذت منا وقتا طويلا وجهدا مضنيا بحكم تعدد نسخ الكتاب، وقد انصب عملنا على إثبات كل ما عنا لنا من فروق بينها من زيادات ونقص وتصحيفات وتحريفات حسب ما تعارف عليه أهل هذا الفن وأساطينه، لننتقل إلى تخريج الآيات والأحاديث النبوية الشريفة، هذا فضلا عن النقول والأقوال والأشعار من مظانها وعزوها إلى أصحابها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كما قمنا أيضا بتعزيز المتن بمجموعة من الإضاءات والتعليقات والفوائد والفرائض والنفائس والنكت العلمية من خلال الاستعانة بالشروح المختلفة للمنظومة التي تحصلنا عليها على نسخها المخطوطة، منها شرح عبد الله بن علي الدمليجي الشافعي الشهير بسويدان المتوفى سنة 34 و200 ألف والموسوم بشرح على منظومة في علم النحو، شرح تلميذ الناظم حسن قويدر الخليلي المتوفى سنة 62 و200 ألف الموسوم بنزهة الأبصار على شرح منظومة حصل العطار، شرح سيدي محمد الحجوجي المتوفى سنة 70 و300 ألف الموسوم بتحفة أولي الأبصار بشرح الشيخ حصل العطار، إن كتاب منح الأوطار من نفع العطار للمكي البيطاوري مخطوط نادر في فنه وشرح فريد تناول فيه المصنف شرح منظومة الشيخ حصل العطار النحوية الغزلية الرائية مستشهدا بالعديد من الشواهد التي توزعت بين النقلية واللغوية والأدبية مع الاتكاء على الكثير من الشواهد الشعرية المنتقاة من عيون الشعر ومنتخباته التي كان لها حظ الأسد، كل ذلك في أسلوب أدبي سهل زانت العبارات المسبوكات الماتعات والصور الشائقات المحبوكات الرائقات، وهو في الحقيقة كتاب جدير بأن يخرج للقراء بما ينطوي عليه من فرائد جمة وفوائد غزيرة خاصة ما تعلق منها بأبواب النحو وعناوينه الرئيسة، هذا فضلا عن تعدد مصادره وغنى وغزارة مواده التي استقى منها مادته العلمية. أيها السادة الأماجد، كما لا يخفى على كريم علمكم أن طبيعة تعلم العربية تقتضي حفظ كثير من النصوص والضوابط لترسيخ القواعد، لذلك تفطن المصنفون قديما إلى أهمية المنظومات العلمية وقيمتها الكبيرة لضبط القواعد وتثبيتها، فانبروا إلى تصنيف منظومات ومتون نحوية تفاوتت ما بين مبسوط ومتوسط ومختصر رغبة في تيسير النحو على المتعلمين وجعله في متناولهم، فكان مما قالوه من حفظ المتون حاز الفنون، وما دخل علينا البلاء واستبد بنا الضعف إلا يوم هجرنا هذه الضوابط الكلية ونفرنا من الحفظ حتى صرنا لا نستطيع قولا ولا بيانا ولا سبيل لنا إذا أردنا إصلاح ألسنتنا إلا بإحياء جيل المتون والحفظة، وذلك لن يكون إلا بالعودة في تدريس النحو إلى النص التراثي، فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، لذلك يحسن بطالب العلم أن يقبل على حياض هذه المنظومات والارتشاف من معينها والنهل من نفحاتها وقبساتها، ولن يتأتى لنا ذلك إلا باسترخاص كل غال ونفيس كما قال الشاعر ومن يخطب الحسناء يسخ بمهرها وطالب شهد لم تخف اللواسع، ومن جملة ما صنف في هذا الباب هاته المنظومة
التي نظمت وفق نظام فريد وطراز بديع، حيث اقتصر فيها الناظم على أهم أبواب النحو في أسلوب أدبي غريب المنوال، موردا أمثلة وشواهد غزلية تنشيطا للقارئ وشحذا لهمته في الإقبال عليها، وقد أثنى عليها غير كثير من شراحها، منهم حسن كويدر الخليل تلميذ الشيخ، ومنهم الشيخ محمد الحجوجي وغيرهم كثير. ومن هنا تأتي القيمة العلمية لهذا الشرح المبارك المنيف، ولا بد من التنبيه ها هنا إلى أن العطار قد سبق إلى هذا النمط من التأليف وإلى هذه الصنعة الشريفة بقرون خلت، فقد وقفنا على عدد من النفائس في هذا الباب لمجموعة من المصنفين الأفذاذ كعثمان بن أحمد بن عثمان بن محمود بن محمد بن علي بن فضل بن ربيعة الفخري بن الشهاب بن الإمام الفخري النقاش الأموي الدمشقي المعروف بابن ثقالة، والمتوفى سنة 37 و800 للهجرة، والذي قيل إنه نظم غزلاً في علم الصرف، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي نصر محمد بن عرب شاه بن أبي بكر الأستاذ الشهاب أبي محمد بن الشمس الدمشقي الأصل الرومي الحنفي والد التاج عبد الله ويعرف بالعجمي وبابن عرب شاه، والمتوفى سنة 54 و800 للهجرة، والذي برع في نظم المنظومات العلمية الغزلية في المعاني والبيان والبديع، كما نظر أيضا على الشاكلة نفسها في علمي النحو والصرف، وهو ما ذكره غير واحد ممن ترجموا له، فقالوا: وله نظم كثير منه كتاب مرآة الأدب يشتمل على المعاني والبيان والبديع، وهو نظم بطريقة الغزل يكون نحو 2000 بيت، وكتاب في علم النحو نظمه بطريقة الغزل أيضا نحو 200 بيت، وقصيدة غزلية في الصرف بديعة مدح بها بعض أعيان الدولة، كما صنف على المنوال نفسه شهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي المتوفى سنة 99 و600 منظومة غرام صحيح في مصطلح الحديث، ولا نشك البتة في أن الناظم يكون قد اطلع على هذه المنظومات أو بعضها فتأثر بها ونسج على منوالها منظومة أواتية. وبقدر ما أرهقني هذا العمل والذي حاولت فيه قدر المستطاع إيفاءه حقه من خلال العمل لإخراج المخطوط على الوجه الذي أراده مصنفه نقيا شهيا بهيا خالصا خاليا من كل الشوائب في هذه الرحلة البحثية، مع التحلي بأقصى درجات الصبر والتقصي والتدقيق والتمحيص وتتبع النصوص واستقراء مظانها وتعرف مسالكها، بقدر ما هالني غنى المخطوط المغربي الأندلسي من خلال هذا الشرح الماتع الذي يبين تفرد المغاربة وتميزهم عن نظرائهم المشارقة في هذا الباب، فما دونته من ملاحظات وتعليقات وما استنبطته من درار ولطائف ونكت علمية وما خرجته من أشعار ونقول من مظانها كان في غاية النفاسة، أبانت عن علو كعب المغاربة وموسوعيتهم من خلال ذلكم الوهج الأدبي والتقدم الثقافي والعلمي الذي عرفه مغرب القرن 14 الهجري. وقبل كشف عن المهيع الذي سلكه الباحث وأهم المحاور والأساس التي بنى عليها مشروعه، ارتعينا أن نشير إلى جملة من المعيقات والصعوبات التي اعترضت سبيلنا وكادت تعصب مشروعنا وتجعله هباء منثورا تدروه الرياح، نجملها في ما يأتي. للحصول على بيانات الكتاب المخطوط كان على الباحث أولاً أن يستهل مشواره بالبحث في فهارس وكتب مخطوطات الخزانات العامة والخاصة، وأمر متعسر جداً وليس بذلك اليسر كما يعتقد الكثيرون. صعوبة الحصول على النسخ الخطية في الخزانات العامة والخاصة داخل الوطن وخارجه يحتاج جهداً وصبراً ومالاً وتوفيقاً من الله قبل كل شيء، فهي من الأرزاق التي قسمها الله بين عباده، فقد يكون بمقدور باحث مبتدئ في هذا الفن أن يحصل على منظومة نفيسة استعصت على فطاح المحققين وجهابذتهم، تعنت بعض أصحاب المكتبات الخاصة في تصوير الكتاب المخطوط وإلزام الباحث بالاشتغال عليه من داخل المكتبة من أجل مقابلة النسخة التي تتوفر عليها المكتبة المذكورة على الأصل، ولكم أن تتوقعوا حجم المال والجهد والوقت الذي قد يتم إهداره. مراسلة المراكز البحثية العلمية الخارجية يستغرق وقتاً طويلاً للحصول على المخطوط، في دفعنا المبالغ المالية للمؤسسات العلمية الخارجية التي كانت تطلب منا نظيرة تصوير، كنا نصطدم بعوائق ومساطر قانونية اضطرتنا إلى البحث عن قنوات أخرى، منها الاستعانة ببعض إخواننا في أوروبا وغيرها والذين كانوا ينوبون عنا في تأدية هذه المصاري، وقد كفونا لأواء السفر فكفوا فلهم منا جزيل الشكر والاعتراف الجميل. بعد الحصول على النسخ وتجميعها تأتي مرحلة قراءتها وتأملها وتفحصها لاختيار النسخة الأصل، وهي المرحلة الأصعب بحكم أن عملية الاختيار هاته يجب أن تكون خاضعة لمعايير علمية صرفة تبرز ما أنت فيه
نعم. بالنسبة خطة البحث والأهداف المرجوة من ذلك، هذا فضلاً عن التذكير بالصعوبات والمعوقات التي واجهنا، وقد اخترنا تبويب هذا البحث، قسمناه إلى قسمين ومقدمة وخاتمة. أما القسم الأول الذي خصصناه للتقديم والدراسة فقد عالجناه من خلال أبواب ثلاثة تجدونها مسطرة في المقدمة، وأما القسم الثاني فقد خصصناه للشق العملي التطبيقي وهو جانب التحقيق الذي قسمناه بدوره إلى بابين، ثم وقد انتهينا إلى تذييل هذا النص بخاتمة ضمناها أهم النتائج والخلاصات التي توصلنا إليها منها. هذه بعض النتائج: تمكنا بفضل الله من التحقق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه من خلال العنوان المثبت على غلاف الكتاب وإشارة المصنف إليه في مقدمته، هذا فضل عن تواتر ذكره في الكثير من الكتب التي ترجمت له وأتت على ذكره ضمن مصنفات الشيخ البطاوري وتأليفه، وقد صححنا مجموعة من الأخطاء تجدونها في خاتمة هذا البحث. التوصيات في دقيقة. وقد شفعنا هذه الرسالة بجملة من التوصيات، ونظرا لضيق الوقت سأقتصر على ذكر اثنتين منها: ضرورة الاهتمام بتراث الأمة، وذلك من كباب على ما خلفه علماؤنا من كتب ومصنفات، ونمشي فيها قراءة وتحقيقا ودراسة للاستفادة من ضررها ولآلئها وكنوزها، ونعتبر ذلك من جهتنا أمرا حتميا لا غنى للأمة عنه. فتح مسالك للماستر والدكتوراه، تعنى بالبحث في التراث العربي المخطوط عامة والمخطوط العربي الأندلسي خاصة. ثم أعقبت ذلك بإيراد مجموعة من الملاحق التي ارتأينا من الضروري إثباتها في خاتمة كتابنا تعميما للفائدة، ثم كشاف شامل للفهارس الفنية، ثم قائمة المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات. وأخيرا وليس آخرا، بودي أن أؤكد على أن الباحث لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا ولم يظن بمال أو وقت أو ترحال بغية إخراج هذا العمل على الوجه الذي أراده مؤلفه أو على نحو يقرب من ذلك في حلة شهية بهية قشيبة، فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق من الله، وما كان فيه من زلل وتقصير فهو مني ومن الشيطان، والكمال لله وحده، كما أضرع إليه تعالى أن يلهمنا رشدنا ويخلص لوجهه الكريم قصدنا، وأن يكتب لهذا العمل القبول في الأرض والسماء، وأن يكون من العمل الصالح الذي لا ينقطع أجره عنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة لدعاء سائله كفيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد. شكرا سيدي الرئيس. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولى والآخرة، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه التقات المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، سعيد بوجودي مع هذه الثلة المباركة من أساتذتي وإخواني وزملائي وأسرتي في هذا اليوم الأغر من أيام الله في هذا المحفل العلمي البهيج في رحاب هذه الكلية العامرة بقاماتها العلمية العاملة المباركة، وسعيد أكثر بملاحظاتها وتصحيحاتها وتسديداتها واقتراحاتها العلمية القيمة الوجيهة. وأعيدكم إن شاء الله تعالى أن أعمل على أخذ كل ما تفضلتم به أخذ الجد وإضافته إلى البحث حتى يستوي على سوقه فيخرج مجودا منقحا، وأنتهز هذه الفرصة الطيبة لأعتذر إلى أستاذي المشرف الدكتور عبد الحميد أسقال والسادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة على هذه الجهود المباركة الطيبة، وعلى تجشمهم عناء ومشقة حمل هذه الرسالة من الجامعة وإليها، هذا فضلاً عن قراءتها وفحصها نظراً لوزنها الثقيل، وأنا أكبر فيهم صنيعهم هذا كما هو معهود فيهم فيكم، غير خاف على أمثالكم، فمعذرة إليكم فأثقلت كاهلكم وأجهدتكم وكلفتكم ما لا تطيقون، فأسأل الله أن يتقبل منكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجدد شكري لأستاذي المشرف فضيلة الدكتور عبد الحميد أسقال حفظه الله تعالى، والشكر موصول للحاج الدكتور محمد الراوي ولوالدتي وعرسي وأسرتي وعائلتي وأصهاري،
وكل الذين لبوا دعوتي وشرفوني بحضور عقد قراني في هذا العرس العلمي البهيج على صاحبة الصون والعفاف ذات الحسب والنسب والشرف الكريم والمعدن الأصيل الآنسة دكتوراه التي طالما تمنعت علي بالرغم من مراودات الكثير لها، فها هي الآن تقع في شرك غرامي وتقبل بي بعلا على كثرة علاتي وعيوبي، فالله أسأل أن يبارك لي فيها ويبارك لها في ويجمع بيننا في خير ويرزقنا الذرية الصالحة من الكتب والمقالات الهادفة النافعة التي تعبد الرحمن وتدعو على بصيرة وهدى إلى طريق الواحد الأحد الديان وسيرة نبينا مصطفى العدنان. وما أردت بهذه الكلمات المختصرات إلا تلطيف الأجواء ودغدغة مشاعر أحبتي بهذه المستملحات الشائقات الرائقات في محاولة لإضفاء جو من الفرح والمرح في خاتمة هذا المجلس الطيب المبارك على هذه الوجوه الناظرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون يوم القيامة إلى ربها ناظرة ليكون حسن الختام كما بدي. وأشكر كل العاملين بالمكتبات العاملة العامة والخاصة التي تعاملت معها داخل الوطن وخارجه على كل ما بذلوه من مساعدة وتيسير، وما أنسانيهم إلا الشيطان أن أذكرهم فجزاهم الله عني خيرا. وفي ختام كلمتي هذه أسأل الله عز وجل أن يكون عملي في هذه الرسالة وقولي في هذا المجلس المبارك المنيف خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة، آمين آمين آمين. وأصلي وأسلم على الهادي الأمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار أعضاء لجنة المناقشة بنتيجة مناقشة الطالب الباحث العوني الحسان في موضوع منح الأوطار من نفح العطار للمكي البيطاوري تحقيق ودراسة، بعد إجراء المناقشة من الساعة 10:00 صباحا حتى 2:00 زوالا، وذلك يوم السبت 5 يونيو 2021 بقاعة نداء السلام بمقر الكلية، اختلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ بن قدور بن يونس للمداولة. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكتور بن قدور بن يونس أستاذ تعليم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور خليد حسني أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور عبد الله ومحمد أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية مقررا، الدكتور أفلا إزاهية أستاذ مؤهلة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الشرق مقررة، الدكتور عبد الرحيم بودلال أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية مقررا، الدكتور أسقال عبد الحميد أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة مقررا أو مشرفا عفوا، قررت منح الطالب العوني الحسن الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية تكوين دكتوراه أدب اللغة العربية وعلومها مفاهيم وقضايا تخصص علوم اللغة بتقدير مشرف جداً.